وما زلنا في محيط كوفيد 19، حيث أطلق المجلس الطبي العام نظاما إلكترونيا لحجز المواعيد للمواطنين الراغبين بالتوظف في القطاعين العام والخاص تماشيا مع الاشتراطات الصحية. نعم، النظام الإلكتروني الجديد ساهم في تسريع عملية الفحص الطبي واللياقة لكافة المتقدمين، الأمر الذي انعكس بدوره على تسريع إجراءات التوظيف مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. المزيد في سياق تقريرنا القادم. لا داعي للانتظار أو الدخول في موجة ازدحام المراجعين، إنه عصر الخدمات الإلكترونية في المجلس الطبي العام، حيث يتم إنجاز الفحص الطبي للمتقدمين للتوظف في القطاعين الحكومي والخاص وتخليص معاملاتهم خلال دقائق. طبيعة العمل عندنا في المجلس الطبي هو طبعا منقسم لقسمين، القسم الاول اللي هو الفحص اللياقه عشان الوظائف، والشغله الثانيه اللي هي اللجان الطبيه للنظر في الحالات المرضيه اللي تحتاج اي توصيات طبيه ثانيه. العمل شغال ما توقف من شهر 4، ما توقف العمل. الخدمه الجديده اللي احنا قدمناها اللي خدمه اخذ المواعيد عن طريق موقع وزاره الصحه. طبعا المواعيد هذه مواعيد مسبقه محدده بالوقت عشان تسوي يعني توزيع لعدد المراجعين عشان ما تصير زحمه في المكان، ومن مبدا التباعد الاجتماعي اللي موجود. فما عندنا مراجعين لاي توصيه طبيه، الغالب المراجعين اللي عندنا هم الفحص الطبي للوظيفه. نمشي مع اي توصيات من ديوان الخدمه المدنيه، ايش التوصيات تصدر من عن طريق الخدمه المدنيه احنا قاعد نطبقها، بس احنا بنتكلم بالنسبه للمراجعين يراجعونا اللي هم الجميع سواء كان القطاع الحكومي او القطاع الخاص. يعني معاملات المواطنين الراغبين بالتوظف تنجز في المجلس الطبي العام بسهولة ويسر، وذلك من خلال نظام حجز المواعيد إلكترونيا، حيث دشنت وزارة الصحة هذا النوع من الخدمات للحد من ازدحام المراجعين وتحقيقا للتباعد الاجتماعي في ظل أزمة كوفيد 19. ساهمت الخدمات الإلكترونية ساهمت في تنظيم عملية الفحص، عملية المراجعين اللي يجون، يعني كل واحد عارف بوقته، التنظيم عندنا على الكراسي والتباعد الاجتماعي. احنا نستقبل المراجعين اللي يجون من جهة المختصة على أساس تعيينات، نقوم بإجراء الفحوصات والتحاليل حق المراجعين اللي يجوننا على أساس جهة عملهم، فاحنا نستقبلهم. والله أنا حسيت الفرق وايد، أنا هني أراجع كل تقريبا كل 6 شهور عندي تجديد لجنة، كل مرة يروح يومي كامل على ما أخلص. أنا توني دشيت ما كملت حتى يمكن 5 دقائق لقيت ملفي عند العيادة، الدكتور بس سألني على المدة التجديد، وقع وديت الطباعة قال لي خلاص توكل على الله. يعني ما أخذت العملية معي كل 5 دقائق بالأمانة صراحة. هكذا كان المشهد، تنظيم كبير في عملية دخول المراجعين للمجلس الطبي العام، حيث بدت ساحات المجلس شبه فارغة بلا انتظار ولا ازدحام للمراجعين. تدشين المجلس الطبي للخدمات الإلكترونية ساهم في تسريع عملية الفحص الطبي للمواطنين المتقدمين للتوظيف في الأجهزة الحكومية المختلفة، الأمر الذي انعكس على تسريع عملية توظيفهم في ظل أزمة كوفيد 19. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.